السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، في هذا اليوم سوف نتحدث عن فضائل رمضان من الشهور الأخرى. رمضان أكرم الشهور، وصلنا بتضاعف الرحمات والبركة والخيرات، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. طيب، من فضائله فريضة الصوم في نهاره، كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إن الصيام تربية النفس على طاعة الله، وتزكيتها بالصبر، واستعلاؤها على بالشهوات، وكما يمنع الجسد عن المعاصي والمنكرات. بعد ذلك، أن الله تعالى يفضل رمضان على الأخرى في نزول القرآن، وذلك في 17 منه، كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. فعلينا أن نجتهد في قراءة القرآن، فإنه كلام ربنا، فلنا الشرف في تلاوته والأجر المضاعف منه، ولنا الحياة الطيبة بالعمل به. وعسى القرآن أن يشفع لنا صاحبه يوم القيامة، فإن شاء الله. ومما يتميز رمضان الأخرى افتراض زكاة الفطر على كل فرد. زكاة الفطر وهي من تمام الصوم وكماله، بمعنى أن لا يتم صوم الشخص إلا بإعطاء زكاة الفطر. وأخيرا، قد وضح لنا أن رمضان هو أفضل وأحسن من الشهور الأخرى، لأن رمضان مدرسة تربوية لتصفية النفوس والتحزب الأخلاقي. شكرا على حسن استماعكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.